تجروا يا البنات تجروا تسمعوا زيداني فرعانه مورالي راهو طالع اليوم. تجروا شفت ليبوت 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 كيما راكم تجروا 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 بارطاجيو لي هاد لي ستوري يا ناس. عندي حاجه تخيز امبورطون حنقولها لكم، راه عندي حلوه العيد. راح نديروا اول حلوه المعروفه اللي كامل نديروها كامل نحبوها وتخلص لافي تاع العيد، يعني ما تروحش معنا نهار العيد تحبس عند لافي بنيون. دوك جبت معايا بعض المقادير اللذيذه اللي راح نوجد بها الوصفه ديالي. راح نبدا باللوز، حندير شويه لوز ملحي وشويه لوز حبو نرحيه جوبونس فالا. دوك نشوف اذا كفاتني هذه الكميه ندير غير بهذه. نحمسوه بيان سور باسكو هذا يجي ماشي محمس بزاف. دوك نفرغو كامل هنا نحمسوه، على باليش اذا نتوما في بني ونتاعكم ديروا اللحظه ولا لا. لا بون هادي رانا نحمسو شويه لوز. تقدروا ديروا كاوكاو تاع بلاصتو، تقدروا ما ديروا ني لوز دي كاوكاو غير كاطو. ما باش نتوما اذا ديروا لحظه ثاني تحمسوها وتزيدوها، انا نموت عليها الكوت تاعها بزاف بنين، على بالي حاجه بيزار من تجي هبال. نحمسو ثاني شويه هدايا نزيدوه، اللي يحب يزيد انواع كوكو ثاني ولا تستعملوا الزين بيمو ولا نبقى الكاطو عندكم. دونك جو سي با اذا كفاتني الكميه هذه ولا نزيد شويه لوز هدايا نحمسو ونرحيه. دوك نشوف وليموها بالنوتيلا ولا بنفق تاع الشيكولا عندكم. وللكلاصاج جبت ثاني شوكولا. يلا نحمسو كل المقادير ونرحيو الكاطو ونرجعو لكم بعد فاصل قصير. انا مشكلتي سي دريساج لا فينيسيون، ومشكلتي الاكبر كي ندير لهم الشيكولا من الفوق. لا لا ما شاء الله خلي تقولوا ما نعرفش ندير الحلوه. انا رحيت الكاطو نزيدو نرحيو شويه باسكو هذا ميك فينيش بني ون ديابيت تاع السكر. يا مي عندهم السكر الحلو كاع هذا بزاف سي طرو هي هاكا ميك عليها هكذا اوفيسيال باذن الله ما راح شي ترحى تاع حلوه غير ربي وزي حطيت قنطار دونك القليش باش نوري مال سادتي اواني سادتي. مرحبا بكم في مطبخ ام حتى واحد. عندنا القليل من الكفريط المرحي، عندنا هنايا لوز محمس مرحي من قبل ومحمس وزدت له شويه لحظه وحمستها على بالي سي بيزار مي سي تالمون بون. وعرفنا هاد لا غوسات نديروها دوبش دي زاني. نزيد لها القليل من البيمون المرحي ولا اي نوع تاع كاطو. نعم سيداتي
تقدري تلايميه بالكونفيتور ولا بالعسل، بصح انا جو بريفير تلايميه بالشيكولا، اي نوع تاع شيكولا ماشي شرط نوتيلا، اي نوع تاع شوكولا اتارتيني باسكو يجي بنين اكثر. ولي كيسه تاعك ما يتشمخوش كي تحطي فيها الحبه تجي بطبع وما تجيش تبهم، تجي بنينه. ما ننصحكش نهائيا تستعملي كيسموه الكونفيتور ولا العسل. كملت وجدت كامل الكريات ديالي، دوك نحطهم في الفريجيدار شويه باش يشدوا وحديهم، او ميم طون راني نوجد في الحاجات اللي حنديكوري بهم، وعندي شيكولات على الكلاصاج ثاني راني وجدتها بسم الله. دوك ندوبها، حنخلط شويه ملكة مع شوكولاتة كلاصاج تعطيها بنة، عندي شوكولا بلون شوكولا نوار، وعندي هنايا شويه لي زامون دي فيلي، هنا شويه نوع كوكو، دوك عندي كاكاو ثاني حنشبه به، عندي بزاف عفايس حنشبه بهم، نحطوهم يبردوا شويه باش يتماسكوا هكذايا، ونعاودوا نولوا بعد قليل.